حسن من بلجيكا. استاذ حسن اهلا بك. اهلا اخي حسين وتحياتي لك. شكرا لك. رايك ايه فيما سمعته منذ بدايه الحلقه وحتى الان، تعليقات للاعلاميين وتعليقات لمسؤولين واخبار وقانون سيطبق على المصريين وخصوصا العاملين يعني في مجال زراعه المحاصيل، فلاحين في مصر يعني. تعليقات السهاينه كمثل عمر اديب واحمد موسى، هؤلاء سهاينه بامتياز، اقسم بالله سهاينه بامتياز. نعم. وانا استغرب لمن يستمع لهؤلاء الاعلاميين الكهنه. نحن في زمان الكهنة، سبحان الله العظيم، كأنهم ليسوا عرب وليسوا مسلمين وليسوا مصريين. يا أخي، الصهيوني السيسي جاء من أوامر إسرائيل ليدمر مصر باختصار، ليدمر مصر ويدمر الجيش المصري. من أراد أن يفيق فعليه أن يفيق، من أراد أن يشجع هذا الصهيوني المجرم القاتل فهو منه ويتبعه إلى جهنم إن شاء الله. شكرا لك يا فندم على اتصالك ومشاركتك معنا.